الحجم الهائل لمسألة المفارز والأموال التي يعني تدعم بها القوات العراقية من أجل حفظ الأمن، هل ترون هناك فعلا صلة بين هذه التفجيرات وبين تفجيرات الأربعاء الدامي؟ فضيلة الشيخ. لا شك أن الفاعل هو ذاته ونفسه وعينه، باعتبار إذا ما تابعنا العملية النوعية كما ذكرت قبل قليل التي بدأت تستهدف يعني المؤسسات الحكومية، لأننا إذا رجعنا إلى الوراء قليلا لوجدنا أن الإرهابيين التكفيريين كانوا يستهدفون أماكن أخرى، كانوا يستهدفون أسواق شعبية ومراكز صحية ومساجد وحسينيات وإلى ما إلى من الأماكن الأخرى. اليوم هنالك استهداف إلى هذه المؤسسات الحكومية الكبيرة، وهذا يريد أن يعطي رسالة إلى الشعب العراقي، يريد أن يعطي رسالة إلى العالم. رسالته يعني تنحصر في إثارة الفوضى بين أبناء الشعب العراقي. لكن أنا أقول هنالك مشكلة أساسية، أعتقد أنا هكذا كمراقب كمواطن أقول المسألة الأساسية في هذا الكلام هو عدم استطاعتنا على تشخيص المجرمين. يعني حتى ولو حاولت القوات الأمنية، الحكومة العراقية حاولت أن تشخص المجرم لقام لك من قام ودافع لك من دافع، وهي جربناها قبل أيام، كانت هنالك حملة اعتقالات. وأرجوكم يعني أرجوك يا سيد العزيز، والله حينما نتحدث ترى حرقة على الدم العراقي، ما عندنا مصلحة أخرى، ما لا نريد أن نتاجر بشيء، فقط نريد أن نحمي دماء العراقيين. قبل فترة لما صارت اعتقالات في مدينة الموصل لاستهداف الأرهابيين، طيب الحكومة لماذا قامت بهذه الحملات؟ قامت حتى تحمي أبناء الشعب العراقي في الموصل من التفجيرات ومن الاغتيالات ومن القتل العشوائي التي ابتليت به مدينة الموصل. قامت الدنيا، وأنتم إعلاميون وتتابعون القنوات الفضائية، هنالك نواب وهنالك وزراء وهنالك مسؤولون كبار يتحدثون عن هذه الاعتقالات وعن هؤلاء المجرمين. المشكلة أعتقد الحقيقية هي التشخيص. يعني إذا استطعنا أن نتعدى هذه العقبة وأن نشخص بصراحة ونقول ونضع بأصبعنا نقول هذه هي البؤرة الإرهابية والإجرامية والتكفيرية، نستطيع بعد ذلك أن نضع علاجات. اليوم لا نستطيع أن نضع طيب علاجات. فضيلة الشيخ، أنت بمجرد أن تتكلم عن الشيخ بكلمة اتهموك بالطائفية، يعني فضيلة الشيخ أنت سبت مثالا الموصل، أنك تعمل أنت سبت الموصل كمثال هذه الدولة أو أسف تلك على المقاطعة الدولة. إحنا لماذا لا نتحدث بصراحة؟ فضيلة الشيخ أنت تسوق الموصل كمثال، والسيد نظير ساق مسألة التفجيرات التي حصلت أو الاعتداء الذي حصل والمجلس الإسلامي وقضية السيد الهاشمي. يعني هناك تشخيص للأشخاص للشخوص وربطهم بالأحداث، ولكن المشكلة هذه الديمقراطية التوافقية، مسألة الخلافات السياسية، مسألة أن هذه الجهات موجودة في داخل الحكومة، كيف يمكن الخروج من هذه المتاهة؟ ما هي الجهة التي تستطيع أن تنهي هذا الخلاف وتستطيع اعتقال حتى لو كان على درجة وزير كل متورط أو كل ممول أو كل يعني من يتهم بصلة مباشرة بهذه التفجيرات؟ نعم فضيلة الشيخ. يا أستاذ العزيز، يحتاج لنا حقيقة إلى مكاشفة وإلى مصارحة وإلى شجاعة. يعني ترى حتى تعيين الإجرام يحتاج إلى شجاعة فائقة نستطيع من خلالها نحمي دماء. إحنا اليوم نتحدث عن دماء، نتحدث عن فواجع، نتحدث عن أناس تقتل بالمئات بالعشرات. اليوم مئات العوائل العراقية فجعت بأبنائها. نحن لا نتحدث عن طائر يموت أو بقرة تقتل كما حدث اليوم في مصر مثلا، قطار يدهس بقرة، لا نتحدث عن هذا. نحن نتحدث عن حقائق على الأرض. يعني حينما أثيرت مثلا مسألة الدايني
واختفى الدايني بعد ذلك، ظهر أخو الدايني وهو من بغداد يتحدث يتهم الحكومة العراقية ويطالب الحكومة العراقية عن الكشف السريع عن وجود أخيه. بعد يومين أو ثلاث ظهر الدايني في دمشق أو في عمان، وبعدها ذهب إلى مكان آخر، واليوم يقال أنه في ماليزيا. ولا أدري هل تستطيع الحكومة العراقية، وأنا من على قناتكم مناشد الحكومة العراقية، هل تستطيع أن تجلب الدايني لكي تحقق معه ولكي تكشف كل الخطوط التي من ورائه وقتلت أبناء الشعب العراقي؟ أخي اليوم المسؤولية ملقات على السيد رئيس الوزراء، ملقات على الوزراء الأمنيين، ملقات على الجهات الأمنية، ملقات على رجال الدين وعلماء الدين، ملقات على المراجع الدينية، ملقات على كل فرد عراقي. قلت الدماء العراقية هي أمانة تضامنية. هنالك أيضا يا سيد العزيز مسألة ينبغي أن لا ننساها، القوات الأمريكية المحتلة أيضا ساهمت مساهمة فعالة لإضعاف الأجهزة الأمنية. يعني إحنا اليوم ما نستطيع أن نشتري كاميرات، إحنا من نتحدث عن اختلاسات لبعض الوزارات العراقية نتحدث عن مليارات الدولارات. يا أخي لا نستطيع أن نشتري كاميرات نضعها في الطرق المهمة أو نضعها على مداخل المحافظات حتى نستطيع من خلالها رصد جميع السيارات التي تدخل إلى هذه المحافظة. أجهزة الكشف عن المتفجرات كذلك فضيلة الشيخ. سريعة الجهاز الاستخباراتي لماذا لا نفعله تفعيل صحيح؟ نحن نتحدث بعض الأحيان عن المخبر السري وجلسات البرلمان تتحدث عن المخبر السري، وهنالك جماعة تريد أن تلغي هذا الأمر أو أن تثبته، لكن نحن اليوم نحتاج إلى جهاز استخباراتي يعني فاعل وقوي ومحصن ويعمل بأيديولوجية علمية صحيحة محصنة من خلالها يستطيع طيب. أن يلتقط الأخبار من طيب هنا فضيلة وهناك الشيخ. يعني أتوقف عند نقطة المجرمين. هذا لم ينزل لنا اليوم الانتحاري، المعلومات الاستخباراتية لم ينزل لنا من كوكب من الكواكب التي توجد في السماء. بالتأكيد سيكون مانعا وحاجزا في العراق أمام هكذا تفجيرات، وإنه دخل وعمل وقام بجريمته الإرهابية. طيب فضيلة الشيخ اسمح لي أن أعود للسيد منهل المرشدي. سيد منهل، يعني نتحدث عن تفجيرات ربما يعني لم تنشف للآن دموع أهالي ضحايا الأربعاء الدامي الذي استهدف وزارتي الخارجية والمالية كما تتذكرون، واليوم تستهدف أو يستهدف مبنى محافظة بغداد ومبنى وزارة العدل العراقية وجيشي الأرامل واليتامى، ينضم إليهما عدد آخر يعني غير قليل بعد أن راح المعيل والأب والأخ والابن والأم والأخت في تفجيرات عمياء أحرقت الأخضر واليابس صباح هذا اليوم. ونتحدث عن جهاز استخبارات يجب أن يفعل، كاميرات يجب أن تكون موجودة من أجل الكشف عن هذه السيارات التي تقتل الأبرياء هكذا في بغداد وفي العراق، وكذلك عن يعني مسألة أجهزة الكشف عن المتفجرات. لماذا لم يحدث هذا الأمر؟ هل الاحتلال الأمريكي لا زال يقف عائقا يعني أمام الحكومة لتكون كل هذه الأمور، يكون في العراق جهاز استخباراتي قوي، تكون هناك أجهزة يعني أجهزة مراقبة، كاميرات، أجهزة كشف عن متفجرات؟ هل فعلا الاحتلال أمام الحكومة؟ وفضيلة الشيخ ساق أمثلة على مسألة نتحدث عن مليارات عندما نقول اختلس الوزير الفلاني مبلغ كذا واختلس المدير العام مبلغ كذا. سيد منهل. نعم، ابتداء أنا أثني على كل ما قاله